نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. ايوه خير، مساء النور. اهلا بيكي، ازيك؟ الحمد لله. كم سنه؟ 35. 35 مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ عن حب. طيب احكي لي ايه المشكله؟ بغضب كتير وجوزي بخيل. انت بتغضبي كتير؟ اه. اه بتغضبي من ايه؟ يعني مشاكل اللي اسمه اللي تعتمه اللي تمام بيع. لا معلش وضحي لي عشان صوتك مش واضح. يعني انت بتغضبي منه علشان بيعمل مشاكل ولا علشان اه مشاكل وبخيل. بخيل 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 ماديا ولا بخيل في مشاعره ولا بخيل في ايه؟ بخيل ماديا ومشاعره كل حاجه. بقالك قد ايه متجوزة؟ بقالي 5 سنين. طيب ما يمكن امكانياته ما تسمحش. طيب بخيل عليك ازاي؟ يعني اديني مثل كده نقدر نحدد منه هو بخيل قد ايه؟ يعني كل ما كان حاجة يقول لي معلش ورا هو يعني بخيل كل حاجة. بخيل انزل الشغل. بعد ما اتعرفت على واحد صاحب الشغل حبيته. ومش عارفة يعني انت حبيتي صاحب الشغل وطلبتي من جوزك انه يطلقك وهو رافض يطلقك. هو عارف انك حبيتي صاحب الشغل؟ لا. طب ولو طلقتي صاحب الشغل ده هيتجوزك؟ طيب مش عارفه يبقى مكمله معاه ليه؟ ما هو النهارده انت على علاقه بواحد ظهر في حياتك. الواحد ده وعدك بأمر معين، اتفقتوا على شيء معين، ولا انت عايشة كده في حالة الحب وخلاص؟ بصراحة أنا سبت الشغل. ليه سبت الشغل؟ يعني مش عايزة بقى أعرف مش عايزة ايه؟ معلش صوتك بيبعد خالص. يعني مش عايزة بقى متجوزة وعارفة واحد تاني وأحب واحد على جوزي. يعني دلوقتي انت مش في العلاقة، العلاقة دي انتهت. اه. بس شغل وقعدت في البيت. طيب انت عايزه تطلقي وهتعملي ايه لو اتطلقتي؟ يعني اتبني حياه جديده واعمل مشروع كويس. عندك اولاد؟ لا. قلتي لي بقالك قد ايه متجوزه؟ 5 سنين. 5 سنين وما عندكيش اولاد. هل المشكله عندك ولا عنده ولا المشكله اساسا عنده هو؟ ودي من الحاجات اللي مخلياكي عايزه تطلقي؟ يعني هو عنده مشكلة في الخلفة وهو كمان بخيل عليكي جدا و طيب ما تتطلقي. هو مش هو اتطلقت بزيزة عن كل حاجة. يعني انت مش عايزة تنازلي عن حاجتك في قدام حريتك. اعمل ايه؟ بصي ما هو القرار هنا قرارك. حريتك اللي عايزه تاخديها دي ليها تمن. مفيش حاجه في الدنيا دي ببلاش. كل شيء ليه تمن. فانت عايزه تاخدي حريتك لازم تدفعي تمنها. هتتنازلي، هترفعي قضيه، هتتصرفي، هتعملي اي شيء عشان تاخدي حريتك. بس لازم قبل ما تاخدي القرار ده تكوني متاكده تماما ان القرار ده صح. قرارك متاخد وانت عارفه الخطوه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها هتعملي فيهم ايه. في ناس بتخطط ل5 سنين قدام وفي ناس اشطر بتخطط ل25. انما انت ما ينفعش تاخدي قرار عشوائي كده وتقولي ايه لما ابقى اتطلق ابقى افكر هعمل ايه والدنيا هتمشي ازاي. لا لازم تكوني عارفه انت بتعملي ايه. كويس انك سبتي الانسان اللي انت ارتبطتي بيه ده اللي هو صاحب الشغل. كويس انك فوقتي لنفسك ورجعتي لنفسك تاني عشان ما يحصلش مشاكل. بس برضو قبل ما تاخدي قرار الطلاق لازم تكوني عارفه اساسا انت هتعملي ايه.